توصف التغيرات المناخية بأنها التحدي الأكثر خطراً على كوكب الأرض، لكنها في المقابل تعتبر الأكثر مساواة في توزيع مخاطرها على دول العالم. فمثلما تسببت حرائق كندا هذا العام في انبعاثات تساوي الانبعاثات السنوية لليابان، عانت أفغانستان من درجات الحرارة الشديدة، وعانت ميانمار من أعصار موكا الذي أودى بحياة المئات. في المقابل تقول أوكسفام إن هناك فرقاً في موضوع التغيرات المناخية بين هذه الدول، فالدول الغنية التي تمثل نسبة 10% من سكان الكوكب تنتج في المتوسط بصمة كربونية أكبر بواقع 11 مرة عن الدول الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة على الكوكب. حقائق دفعت بموضوع التعويضات عن الخسائر ليكون الأكثر جدلاً في مؤتمر المناخ. تداهم التغيرات المناخية الدول الفقيرة في وقت لا تمتلك فيه هذه الدول الموارد الكافية لمواجهة الأعاصير والفيضانات والحرارة الشديدة الناتجة عن هذه التغيرات، ولعل أعصار دانيال الذي جرف أجزاء كبيرة من مدينة درنا وراح ضحيته الآلاف أهم مثال هذا العام. كما أن هذه الدول تعاني من مشكلة أخرى، وهي أن وضعيتها المالية لا تسمح لها بالدخول في مسارات الانتقال الطاقي وإنتاج الطاقة البديلة، وهو ما يعيد الجميع إلى نقطة الجدل، وهي أن تقوم الدول الغنية بتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر التي تطالها بسبب التغيرات المناخية، خاصة وأن دراسة جديدة لجامعة بريتش كولومبيا الكندية أكدت أن الدول الفقيرة تفقد ثلث مغذياتها المهمة بسبب التغير المناخي. وبحسب دراسة لجامعة ليدز وجامعة برشلونة، فأن الدول الصناعية وغيرها من الدول الغنية يجب أن تدفع ما يقرب من 192 تريليون دولار للدول الفقيرة لحرق المستويات المفرطة من ثاني أكسيد الكربون.